بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة. يعني تأتيني رسائل كثيرة واتصالات من أخواني أعزاء، يعني يقولون دكتور موفق وضع صورتك وضع اللوجو مال الرابط. أنا يعني في ناس مع الأسف يعني يتصرفون تصرف يعني غير مهذب، أنه يأخذون المادة لو يمسحون اللوجو، لو يشيلون صورتك، لو يشيلون اسمك ويضعونها على مواقعهم او على صفحاتهم. انا اقول اوكي، ما في مشكله. انا كاتب مثلا هنا، انا حاط لوجو، حاط صوره، يعني اشوف تشويه للتمرين. ما احب اني هذه الاشياء، بس بعض الاحيان مضطر. يمكن واحد يجيب يعني يحط الصوره بالوسط ويمنع التزوير او الكوبي بيست، لكن المدرب لازم يحس أنه أنا أعمل هذا مجانا، وكل ما علي أن يشير بالمصدر. يعني أنا لما أرفع فيلم أو أشير للمصدر أو أخليه على حالة، يعني لا يجوز أني أخذ موضوع في لوجو يعني شعار وأشيل الشعار وأكتب اسمي. هذا لا يجوز، هذا عيب. ففي ناس طبعا نفوسها ضعيفة جدا جدا، وانا ما اتكلم، انا اعرف واشوف كثير، يعني اشوف كثير. يعني في واحد دورة تدريبية يتكلم عن تماريني ما يذكر المصدر اصلا، يعني خبروني المدربين اللي يتابعوني. المشكلة ان المدربين بالعالم العربي يتابعون الموضوع، فاي محاضر او معلم او مدرب او يجي ياخذ مادة من شخص وعليه كوبي رايتس، انا دائما اقول هاي مثلا كوبي رايت، كوبي رايت ما خلاص كوبي رايت. انا ما هذا، انا لو هذا التمرين ما اخذه من اي مصدر اشير للمصدر بدون حياء، وبدون يعني شنو اللي يمنعني ان اشير للمصدر واطوره واطوره واطوره. اليوم الاخ مقداد مثلا من العراق، متابع جيد، انسان محترم، يعني يقول لي دكتور موفق ايش قد اقول لك حط صورتك، حط الشعارات، حط اسمك بنص التمرين، لان ترى انا اشوف. قلت له نعم، انا مراقب هاي السلوكيات اللي اسميها يعني سلوكيات غير جيده. يعني انا احب المدربين، خلي اخذ كل الماده اللي عندي. انا عندي ماده كثيره، يعني وصل 1030 فيديو. لا يوجد بالعالم كله 1030 فيديو يقدم للمدربين مجانا، لا يوجد الا عندي، الا عندنا. خلينا نقول احنا العرب، ليش عندي انا عربي، وراحت هاي الفيديوهات الان للموقع اجنبي، وعليها يعني عليها تكالب الحقيقة وابريشيشن مديح، وقامت تستخدم في ساحات حول العالم، يعني العالم الخارجي. فمشكلة النسخ الآن، ومشكلة السرقة الآن، ومشكلة عدم احترام نتاجات الآخرين، مشكلة يعني مرتبطة بالسلوك البشري الآن المتدني. سلوك بشري دنا، يعني أصبح مادي جدا. غابت الروح الآن عن السلوك البشري، وأصبحت المادة كل شيء، أصبح الغش كل شيء، أصبح السرقة كل شيء، بل البعض يفاخرون بالسرقة، يعني عندهم هذا يعني سلوك مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى قريب، يعني قريب جدا، يشوف ويرى كل شيء. وأنا محظوظ بشغلة واحدة، أنه المادة مالتي متابعة من كل المدربين العرب تقريبا، طبعا مو كل المدربين العرب، تقريبا حسب ما يجيني. يعني ما أدري هل هي متابعة أو لا، لكن الأعداد اللي تابعني كثيرة. ولذلك اليوم كلمني أحد المدربين، عنده دورة تدريبية من أحد الدول العربية، قال دكتور موفق اليوم شرحوا تمرين مالك بالكامل لكن ما ذكروا اسمك. فأنا رد أتدخل، فقلت لك لا ما أتدخل، خاف يعني اخذ درجه سيئه. قلت له زين، سويت ما تدخلت، الحياه انتهى. وال مع الاسف والروح الطيبه انتهت، ويعتبرون انه ان تقدم ماده للناس مجانا وياخذوها ويشيرون بها لانفسهم بطوله، وهذا غلط. لان احنا متفقين اتفاق كلي انه الثمن اللي انا اريده ووضعته لهاي اللي يسموه البرنامج التعليمي هو رضا الله سبحانه وتعالى. فاني اشوف اذا احد متابعينا، يعني عندي فكره ليش وضعت هذا البرنامج، هذا التمرين اريد اشرحه.
بس عشان حتى يوم ألقي باسم مدرب آخر، يعني التمرين بسيط وكذا وكذا. ولذلك أنا أدعو مثل الأخوة اللي يتابعوني إذا رأوا مثل هاي الحالات الشاذة يعني ينبهون المعني، يقولوا لا عيب، هذا موجود على الصفحة الفلانية بالتاريخ الفلاني، هذا اللي نقدر نسوي، غيره ما نقدر نسوي. كتب الآن تسرق، كتب. أنا عندي كتاب سرق بالكامل في ألمانيا، سرق مدرب عربي، شال الغلاف ووضع غلاف آخر، وبقى نفس المتن بالكتاب موجود يعني من الموصل أثناء يعني احتلال الموصل، وأحد كتبي رفع الغلاف ووضع غلاف آخر وقام يبيعوه عنه، حتى كاتبين اسم المؤلف موفق مولى، موفق مولى يعني أكثر من هذا التزوير. كتاب آخر أخذوه ووضعوه على النت باستنساخ مجاني دون موافقتي، دون علمي، دون. فالسرقة الآن هي الحاكمة في سلوكيات وأخلاق البشر مع الأسف. ولذلك دائما أنا أقول لكم اذكروا آباءكم، اذكروا أجدادكم، ناس أحلى ما فيهم نقاءهم الروحي، والأجيال السابقة اللي سبقتنا واللي قبلهم هم أجيال بالحقيقة يمثلون المستوى الإنساني الرفيع بالخلق والتصرف. أنا دكتور موفق المولى، وهي رسالتي لكل متابعيني، أنه إذا تجد مادة مأخوذة من عندي ومسروقة فأرجو بس أن تقوموا بدورك بتنبيه المعني. شكرا جزيلا، وجمعة مباركة على يوم غد. وهذا التمرير راح أضع فيلم بكرة إن شاء الله، لأن أنا مشغول اليوم، اليوم خميس ومشغول اليوم 28، ونضع فيلم جميل جدا، كليب. وهاي من التمارين التطويرية الراقية جدا جدا. المدرب اللي يستطيع أن يفهم الفيلم التمرين الآن يمكن أن يشرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة، وخيركم من صلى على سيدي وتاج الرأس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا.